أكو قضية سمعتوها يجوز شفتوها بالأخبار قبل سنين، قبل سنين طلعوا بالبرازيل أطفال اثنين، بنات، بنات اثنين مريضات ما لهن شفة ما لهن دواء، طالعات بالبرية يلعبن، مرض سرطان غير سرطان الله أعلم، ويلعبن وإذا يشوفون قديسة، قديسة هم بتعبير مسيحيين هم مو مسلمين، قديسة تطلع تتجلى على مكان مثل الجبل، اسمعني ابني، قديسة الطفلان هاي هالطفلين أو الطفلتين يعاينون ينبهرون بالنور، نور هذه القديسة، تحاشيهم القديسة أنتوا راح تصيرون زينين، تعالوا خل أمسح على رأسكم، تمسح على رأسهم يصيرون زينين، يسألوها منو أنتي؟ قالت أنا اسمي بالبرازيلي باللغة البرازيلية فاتي، بالترجمة العربية شنو؟ فاطمة، أنا اسمي فاطمة، أنا ابنة نبي آخر الزمان، قولي للناس أنا فلان يوم راح أجي أتجلى هنا في هذا المكان، كل واحد مريض، كل واحد محتاج، كل واحد مشكلة عنده يجي أنا أمسح عليكم وأشافيكم. اجت الطفلتين تقول لأهلهم، لأهلهم شافوهم صايرين زينين، ها بابا شنو؟ قال تجلت لنا القديسة فاطمة لحد